عبد المولى البغدادي نورس ليبيا، أحد أبرز الشعراء الليبيين المعاصرين. ولد بطرابلس عام 38 و900 وألف، وتوفي بها سنة 20 و2000 عن عمر ناهز 82 عاما، متأثرا بإصابته بوباء كورونا. قال البغدادي في قصيدة عنوانها أشواق عربية مهاجرة إلى الحبشة، وهي إحدى قصائد ديوانه على جناح نورس: سلي جفونك يا سمراء ما فعلت بنازح غره في دربك السفر، صاد الجوانح في محراب غربته ما هزه الشوق إلا بات يستعير، أبحرت في موجك الفضي ليس معي إلا المشاعر أذكيها فتنهمر، ما للأقاحية السمراء واجمة مثلي تجمد في ألحاظها الكدر، هز الجذوع فلا الأغصان ذابلة ولا الأساور في كفيك تنصهر، إن الحضارة لا تمحى بزوبعة هوجاء أو يتعالى باسمها نفر، هي العروق التي تجري الدماء بها غضبا ولو دب في أطرافها الخدر، ما زال في الدوح شد من بلابلنا وفي الشفاه حديث ليس يندثر، يا من يعيد إلى الأغراب ما سكبوا من المدامع وليذهب بما ظفروا، هم الضحايا ولم يحفل بهم وطن تعشقوه ولم ينبض بهم خبر، الراكبون متون الريح في لهب من الصراع فما ارتدوا ولا كفروا، السابحون مع الأهوال في برك من الدماء فما ارتاعوا وما اندحروا، يا واحة في فجاج الأرض تغمرني ظلالها كلما لجت بي السعر، أحلى المغاني وأنداها وآنسها إلى الحيارى وإن عقوا وإن غدروا.